وحشتني عدد نجوم السماء، وحشتني عدد كلام الهوى، وحشتني في كل يوم. إنما هلكني. شو بو عدم بوزين؟ كأنه في رأسه مع نور مهنا قبل ما يجي. اي صح، والله كنت حب صوته لنور مهنا، بس بعد هلأ بدي كسر كل السيديات اللي عندي. ليك وأنا كثير بحبه لفراسه، بحسه هيك جدع، بس والله صوته ما بينسمع. ما فريتش ثانية حبيبي خيالي، زفوا لي زف يا شباب. شو؟ عفوا. مرحبا. سقفوا له. شو؟ ياك شو قلة هالذوق هاي؟ ما تواخذنا دكتور، ما كان قصدي. وين بتنصرف؟ وين بتنصرف؟ لا تواخذنا، ما كان قصدك. بعتذر منك، انا كل القصة كنت حابب اعطي هيك الشباب يعني دفع. لك شو بتعتذر؟ لك شو بتعتذر؟ ما بتعتذر تعطي الشباب؟ عامل اسمك، لك عامل لي المدرج، مدرج قرطاج، وعم تغني وترقص لك شو انت مشسي خالص؟ آسف دكتور، آسف والله. لك شو آسف ما آسف؟ بس مو الحق عليه. إذا هو مشسي وواشش، أنتو شو؟ لك أنتو مشسين وواشين ألف مرة. شرف ما شرف. طول بالك دكتور، والله ما لك شو القصة. طول بالي ما طول بالي. شان الله والله ما كان قصدي. يلا يا دكتور. دكتور إن شاء الله شرف. دكتور والله ما كان قصدي. لك أنا اللي سويتني دكتور. معقول يفصلون؟ طبعا لازم ينفصل، عم يحول مدرج الجامعة لمسخرة. إن شاء الله روقينا ناتالي. شوف استاذ، يا انا يا هو بهالكلية. فيني فيني جنني، عوفني يلي بعمري ما عفته، هلك فؤادي، خلاني نط معه. اتخيل افوت على المدرج، بلاقي المدرج قايم فوقاني تحتاني، الطلاب كلها عم ترقص وتغني وتهيص، وحضرته واقف تحت محل ما انا بعطي المحاضره عامل لي فيها مطرب. اتخيل عبد الحليم على مهنا وعم يغني وحشتني. شو اسمك انت؟ انا فراس السلطان. ليك على الجامعة هاي ما عاد لك فوتي، ورح يطلع فيك قرار فصل. ولك انتو شو؟ شو؟ قالبين لي الجامعة حفلة ماتيني؟ مو هيك القصة دكتور، والله هي القصة كلها. خلاص نلعب منو شي؟ ان شاء الله يا جماعة، والله بضيع مستقبلي. خلاص خلاص ما عاد عيدها بالمرة. يلا طلع لبرا، وشك ما عاد بدي اشوفه هون بنوب. بوس ايديكم يا جماعة. لبرا لبرا. خير ما عملت. شو فراس؟ شو صار معك؟ فهمني فراس، شو القصة؟ فراس احكي لعيتلنا قلبنا. فصلوني من الجامعة. شفت يا أستاذ فراس لوين وصلك هالغنى العلاج تبعك؟ شفت؟ نتالي ماني ناقصك، سدي تمك. فراس يعني ما لها حل تاني؟ كيف ما لها حل؟ وحياتك يا فراس لرجعك على الجامعة وغصب عنه. يعني سمية قلتك فراس بيرجع على الجامعة؟ ايه بيرجع. نحن لازم نساعده لفراس يا جماعة. احنا لازم نساعده لفراس يا جماعة. في مجال تعتمدوا على سمسم بهي القصة؟ انا
انه ليش كل اسماء فراس ما له حظ بهالدنيا يا جماعه؟ عن جد يا جماعه نحن لازم نلاقي حل لفراس، يعني الزلمه بيضل رفيقنا. خلص وعدتكم الحل عندي. الو ابو يعرب كيفك؟ سمسم كثير اشتقت لك، ليه ما عم تبين لعنا؟ دخيل قلبك. ابو يعرب بدي اياك بطلب كثير صغير، هذا رفيقي انفصل من الجامعه، بدي تزبط لي اياها بمعرفتك. بعرفك كفو. تشاو يا قلبي. حبيبتي انت مالي ايدك من هذا ابو يعرب؟ ميزو ابو يعرب ماسك نص البلد. يا عيب الشوم بس على هالاساليب هاي اللي مو حضاريه بنوب، واسطات ومحسوبيات. لك نحن طلاب جامعه لازم نتصرف بشكل حضاري وواعي، مو ابو يعرب ما بعرف شو. ناتالي بتسدي بوزك ولا بعبي دم؟ قص سمية، يعني بما انه هذا ابو يعرب مدعوم كثير وكامش نص البلد، في مجال يحبس لنا يا لهذا جامبو؟ والله اشتقت له لليله. ابو يعرب للشغلات الثقيله وبس. خلص هلا انا بحط لك هيك كم كيلو على شغلتك، بركي بتتقل ان شاء الله. ابو يعرب طب الله يوفقك يا سيد مرايه. طول بالك لعن، طول بالك، طول بالك يا اخي، طول بالك، خليني اعتذر ابنك مرايه. شبك ماما؟ من وقت اللي جيت من الجامعة اليوم وانت متضايق، خير شو في؟ ما في شيء امي، لا تخافي، والله ما في شيء. انت طمنيني، بدك شيء؟ ناقصك شيء؟ انا منيح الحمد لله، ما فيني شيء. بس برضاي عليك، بكره لا تنسى تمرق على التأمينات وتجيب لي معك معاش ابوك. اي على راسي، تكرمي. الله يرضى عليك يا رب. شو سيد فراس؟ أهلين. ما بدها تكون معي؟ بلا يعني بفكر بالموضوع، بلا ممكن. لا سيدي، يفتح الله. ما فهمت. أنا وقت كان بدي إياك أنت كنت معروف بالجامعة، بس هلأ لا حبيبي، ما عاد تزبط. وليش؟ لأنه الهيئة الإدارية طلعوا قرار يلي بيشوف الكليب تبعك على موبايله مفصول نهائي من الجامعة. يعني حبيبي أنت صرت هلأ كرت محروق، ما عاد تزبط معي، وانا حب اقطف. وانا بحب اقطف. حلو، اسمح لي مارس هواياتي بالقطف بكل سرور. اتركلي يا اتركلي يا ابو فارس، وقف بس ان شاء الله يا شباب على مالكم عليه. يلا قول لها بتستاهل. عمرك انت زلمه غير محترم. عود ابو فارس، عود. لا بدي اسمع منها غنيه هيك تجرح القلب، تداوي القلب. بدي اياها تجرح. هلا عني مشان الله ابو فارس بعيونا. يلا غني غني يا اخي. غلاب عندك. وتبدى اثر الفكر الغربي على الصحافه العربيه من خلال الصحفي لولو باشا. مرني ما يؤمر عليك ظالم حركات. لا تقطع لي سلسله افكاري. لا بس لانه فكرتك عم تناديني. خلص ما خلص. وين وصلنا؟ لولو باشا. باشا هلا انتوا ليش بتغاروا مني؟ انا صوتي حلو وبدي صير مطرب غصب من اللي على اللي عاجبه واللي مو عاجبه. ايه عيش يا قديش. شو قلتي يا قديشه؟ والله مثل ما سمعت سيد فراس، شو العلاقه؟ وبعدين بدك تضلك بهالقصه؟ لك انت صوتك على عيني وراسي ماشي حاله، بس بده كثير شغل. خلصنا بقى انسالة هالقصه. انا شو معدني معكم هون؟ لك عوده ابو فريش شباب نتون عم تمزح معها؟ لا يا سيدي ما عم بمزح. خلصنا بقى، شو بكون روقه؟ أنا برأيي نطلع لشي محل نتغدى داخل إيهم. لا لا خلينا هون يا جماعة، خلينا هون وأنا عازمكم على اللي بدكم إياه. أنا بضيع بالأماكن المفتوحة. أنت ريح حالك. طيب العزيمة خلوها علي، شو رأيكم؟ إذا بيسو أنا موافقة. لا ما بنروح لحتى يتصالحوا في راس ونتالي. أنا ما بصالح حدا. يا أنا ما رح كون حقود مثلك يا جمال، أنا رح صالحك. هيك منيع؟ لا. يا جماعة عندي اقتراح، شو رأيكم نتصور صورة جماعية كلياتنا وننزلها على الفيسبوك ونكتب عليها صلحة المعقدة والفنان؟ نعم خراس. ايه فكرة حلوة، فكرة حلوة. ابو سامر
سيك لا انا موبايلي كان يتصور سيك هي صورنا بس صورة هيك كلياتنا احلى صورة مشكلة ما لا على راسي على راسي لازم بدي اياها انا ما بحب الصور بعد بدي مش هالبنات ليش ما عملوا لي تاك على الصورة؟ بعدين هاي الصورة أنا اللي اقترحتها. وليكني هذا أنا فرج بيناتهم. هذا أنا مو واحد بيشبهني. يعني والله مو معقولة أنتِ بتنزعي لي مرايق مشان شقفة سيجارة، كنت قاعدة على النت ومبسوطة. لولو والله ما علي غيرك، إذا بين فاي أو فايتة طالعه على غرفتي. لك أنتِ أساساً شو معلقك بهالسوسة ما كنت أفهم؟ ليلى برجع بقول لك وبذكرك، الدخان ما نصوصة، بس أنتِ إرادتك ضعيفة لهيك بتقولي عن نصوصة، بعدين أنا إرادتي كثير قوية. ثانياً النيكوتين اللي بالدخان بنشط الذاكرة وبوسع لي فضائي. فضائك؟ هلا المهم إنه أمك ما تدرى إنك عم تدخني عندي لأنه ساعتها والله بتهجدني من البناية. شلون رح تدرى؟ ما أنا طالعة أدرس. لولو؟ انت رح تفزدي علي شيء؟ ليش انا فيني؟ لكن لولو كملي معروفك وفوتي ساوي لي شيء اشربه مع هالسيجاره. شاي؟ شاي؟ ما بتعرفيني ما بشرب الا قهوه؟ انت مين مصلتك علي اللي تنزعي لي مرائي؟ عنجد انت مو طبيعيه لك ما بتلقي مزح؟ بلقى بلقى بس خلصينا خلينا نفوت نشرب شيء قبل ما تخلص السيجاره، امشي نعمل قهوه. تشرفي. لا تنسوا الاشتراك في قناه شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.